نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2063، ريال مدريد أخيراً بيكسر سطوة أرسنال على البطولة لمدة 5 سنين في النهائي ب4-1. بتفتح فيسبوك بتلاقي أول بوست قدامك من نوعية يا جماعة معلش اللي يقدر حق جوزيه مورينيو في بونا الفريق اللي حقق البطولة دي ملوش في الكورة وآخره يتفرج على كورة سرعة. الكالت هيرو هو تعبير بيوصف الشخص اللي الناس بتعلق فيه في كيان ما لفترة ما من الزمن حتى بعد ما بيسيب المكان ده ويمشي. ناس زي أريجو ساكي في ميلان، جوارديولا وكرويف في برشلونة، مارسيلو بيلسا وجوزيه مورينيو في ريال مدريد. في قطاع مش قليل من جمهور ريال مدريد شاف وما زال بيشوف ان جوزيه مورينيو بتحدي لمنظومة الكرة في اسبانيا وبرشلونة في عزها، وضع حجر الاساس للنغنغة اللي فيها النادي وبجات دوري الابطال وكاس العالم للاندية اللي موجودة على التيشيرتات بتاعتهم لغاية دلوقتي. بس الكالت هيرو ده زي ما بيكون له اشخاص التراس بيحبوه بيشبحوه له في كل مكان، بيكون على الناحية التانية في اشخاص تانية شايفة الرأي ده بالعكس. ففي قطاع تاني من المدريديستا شاف ان جوزيه مورينيو شخص دخل صورة النادي في التراب وفي مشاكل ما كانش له فيها، وعمل هو ذات نفسه مشاكل مع اساطير النادي، وفي النهايه بعلوم الهوا في ازايز وفترته كان عليها جدل. ومورينيو ما شاء الله كده كده ما كانت جدل، يعني مش محتاج حاجه. بس في النهايه اللي الكامب ده والكامب ده اتفقوا عليه هو انه فتره جوزيه مورينيو كانت من اهم فترات تاريخ ريال مدريد الحديث، وبالتالي طبيعي تتحط في مقارنه مع فتره ما تقلش اهميه عنها وصاحبها لسه في النادي لغايه دلوقتي. وده اللي يدخلنا في معضله كرويه كده بتحصل في كل انواع المقارنات، وهي الاداء ولا النتيجه، البطولات ولا الطريق للبطولات، كواليتي الفريق اللي اتبنى ولا الفريق اللي اتبنى ده عمل ايه في الاخر. من الاخر، ريال مورينيو ولا ريال زين الدين زيدان؟ اول حاجه كده خلينا نضرب عصفورين بحجر واحد ونشوف نوعيه اللعيبه اللي كانت مع كل مدرب ايه، ومنها برضو نحسم نقطه بتتقال كل ما يتذكر اسم مورينيو مع ريال مدريد، وهو ان كل الاجيال اللي جت بعديه كان هو الاساس بتاع نجاحها. فالريال اللي مورينيو بناه كان اساسه بعد رونالدو كريم بنزيما، مسعود اوزيل، انخيل دي ماريا، تشابي الونسو، وسيرجيو راموس وبيبي في عزهم. فتره 3 سنين اشترى فيها السبيشال 1 21 لعيب ب 186.5 مليون يورو. ونبص الناحيه الثانيه على زيزو ونلاقي ان فترته الاولى سنه ونص من 2016 ل 2018 كان اساسها بعد كريستيانو رونالدو لعيبه زي بنزيما، اسكو، ثلاثي الوسط كروس وكاسيميرو ومودريتش، داني كارفاخال ومارسيلو على الاطراف، وراموس وفاران وشباب زي ماركو اسينسيو ولوكاس فاسكيز. فتره وصل فيها النادي 23 لاعب، 3 منهم بس كانوا شراء نهائي ب 70.5 مليون يورو. وهنا هنستنتج انه بره رافائيل فاران وكروس ومودريتش، لو هنبقى كرمة، لو في اساس للفريق اللي كسب كل ده مع زين الدين زيدان، فده كان مبني في ايام كارلو انشيلوتي وبعديه رافا بينيتيز، وملوش اي علاقه بجوزيه مورينيو. طب في نقطه ممكن تكون جت في دماغك، ليه وانت بتتكلم عمال تقول بخلاف رونالدو بعيدا عن رونالدو؟ ده علشان في رايي الاثنين واجهوا مع كريستيانو رونالدو معضله مختلفه تماما، والاثنين قدروا يحلوها. فمورينيو كان محتاج يتعامل مع رونالدو نفسيا بانه يقنعه بالمشروع اللي هو بيعمله، حربه المقدسة ضد كل الأطراف اللي عايزة تحبطهم وتفشلهم، وفنيا كان محتاج يبني فريق يخدم رونالدو ويعرف ان هو النجم الأول في الفريق ده ويبقوا مبسوطين بدون زمزقة. دي الزمزقة. اما زيزو فكان محتاج يقنع رونالدو بالعكس بانه يتيح الفرصة لزمايله ويبقى فرد في وسط فريق عشان الفريق ده يشيل ويعمل الانجازات اللي هو محتاجها ويقتنع انه بدنيا افضل له ما يلعبش كل مباريات الموسم. انا مش مرتاح يا جمال. مش مرتاح؟ طب خد. ايه ده؟ حقك ونصيبك من اول الغيس. معاك لعبتك؟ نشوف هنلعب مين بقى. قوة المنافسة اللي واجهها مورينيو تتمثل في حاجة بسيطة خالص، وهي ان فوزه في 5 مباريات وخسارته لـ6 من اصل الـ17 اللي لعبهم في الكلاسيكو كانت تعتبر كسر لسطوة برشلونة على الكلاسيكو واعادة لهيبة ريال مدريد في المحافل الكلاسيكوهية. وده اتقال ساعتها لسببين، اولهم ان ريال مدريد اخر 4 كلاسيكو قبل ما يجي جوزيه مورينيو خسرهم كلهم، فترة بتمتد لمدة 2 سنين تقريبا. وتانيهم ان برشلونة جوارديولا كان برشلونة جوارديولا. ايه على الناحيه الثانيه، فوقت ما زيزو قابل برشلونه اقل شويه من العملاق اللي واجهه المو وقدر ان هو ينتصر عليه، اوروبا بقى كلها صحيت له. اتلتيكو مدريد، السيتي، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بايرن ميونخ، وطبعا ليفربول عمل واحد من احسن الفرق في تاريخه. معاك في ان كل عقبه من دول ما تجيش بقوه عقبه برشلونه الاسطوري بتاع بيب جوارديولا، بس متجمعين على بعض اعتقد انهم كانوا تحدي موازي في نفس القوه للتحدي اللي قبله مورينيو، وخصوصا انه حقق من خلاله البطوله اللي محققهاش مورينيو. لو معاك فريق هتلاعب بيه منافسين اكيد بتلعبوا على بطولة زي الـ3 اللي كسبهم جوزيه مورينيو في الـ3 سنين بتوعه، او الـ9 اللي كسبهم زيزو
في السنة ونص بتاعته. وهنا ما ينفعش نسيب الأرقام كده تمشي لوحدها وإلا هنبقى بندلس. يرضيك تدلس؟ أنا ما يرضنيش ندلس على المسا كده، ما ينفعش. فجنب رقم بطولات مورينيو الأقل ده، هنكتب إنه في بطولة منهم كانت الليجا بمئة نقطة ضد بارسا جوارديولا اللي لسه متكلمين عنه. وجنب رقم البطولات بتاعت زين الدين زيدان هنذكر تاني إنها كانت في سنة ونص، نص الفترة اللي مسكها مورينيو بالظبط، وكان منها ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا ورا بعض. البطولة اللي مورينيو معرفش يكسبها مع ريال، وفعليا معرفش يكسبها أصلا تاني. فالكرة فين؟ عند مورينيو ولا عند زيدان؟ بس قبل ما اديك الخمس ثواني اللي هتفكر فيهم كالمعتاد، عايز اقول حاجة مهمة. مقارنة النهاردة كانت بين فترة زيزو وفترة مورينيو مع ريال مدريد، مش الاتنين مدربين، لان تاريخ مورينيو اطول بكتير من تاريخ زيدان اللي يعتبر نسبيا لسه بادئ. حط ده في دماغك وانت بتفكر، وافتكر كويس ان زيزو لسه ما دربش في اماكن تانية زي ما مورينيو درب حوالين العالم كده، عشان نحكم هو هيبقى بنفس التاريخ بتاع مورينيو ولا لا. يمكن بقى في سنة 2063 وعليك خير. المهم خد الخمس ثواني. كرة فين؟ زيزو ولا مورينيو لريال مدريد؟ بالنسبة لي هختار زين الدين زيدان، واشوفك المرة الجاية. خلي بالك من كورتك بقى لحد ما اجيلك.